العدو ان السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو ابدا. استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس. ان شاء الله النصر دائما لمصر، ومصر لن تنكسر ابدا مهما كانت حرب الارهاب قوية. يوم 24 اكتوبر من كل عام بنحتفل بذكرى عيد قومي مجيد لشعب السويس البطل. يوم 24 اكتوبر نجح الاسرائيليون انهم يتسللوا لمدينة السويس عبر قصة الثغرة الشهيرة اسمها ثغرة الدفرسوار، ووجدنا القائد العسكري الاسرائيلي الشهير إيريل شارون ان هو داخل السويس، وتصور واهما ان هو يستطيع ان يسحق السويس ويحتلها ويحط رجله داخل ارض السويس ويبدأ يفاوض الجيش المصري او القيادة المصرية، لكن فوجئ بنيران من المقاومة قام بيها شعب السويس البطل. امبارح الارهاب تصور ان هو لما يجي يختال بيد الغدر عدد من خير جنودنا البواسل يبقى كده خلاص قدر ان هو يقتل الروح المعنوية عند الجند المصري او عند الشعب المصري. ابدا، الشعب والجيش هيظلوا ايد واحدة. النهاردة لازم اذكر باليوم الوطني 24 اكتوبر ونطلع منه بدرس مهم، ازاي يظل الشعب والجيش ايد واحدة. خلوني ارحب باتنين من فدائيين السويس اللي قدروا يقاوموا العدو السويس العدو الاسرائيلي، اتنين من ابطال مصر. الفدائي البطل محمود احمد طه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الفدائي محمود احمد طه شارك في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، والفدائي البطل فتحي عوض الله شارك في العدوان الثلاثي والنكسه وحرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، اهلا بحضرتك. خليني ابدا بالفدائي البطل محمود احمد طه، وعاوز اعرف كيف وصل ليك في كشعب السويس خبر وصول الجيش الإسرائيلي داخل السويس؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يعني قاعد قدام منك حزين قبل ما أتكلم على السويس. طبعا بترحم على شهدائنا الأبطال قواتنا المسلحة أو الشرطة الداخلية حصل ليها الحزان. اولا احنا في 67 خسرنا اكتر من 150 جندي، دول كانوا تضحية من مصر من اجل تحرير فلسطين والى اخره. النهاردة احنا عندنا استعداد برضو قد اللي احنا خسرناه اكتر منه 50 مرة، مستعدين برضو، وهو الشعب المصري لم يتخلى عن قوات المسلحة ولا الشرطة. نعم. لأن هم دول الأمن والأمان لينا. فإذا كان ده حصل احنا حصل الحاجات دي النهاردة أو امبارح أو بكرة مش هتخل فينا أي حاجة. بس بنطلب من الشعب بتاعنا العظيم لازم مفيش معركة إلا وليها خسائر. نعم. ممكن أنا، ممكن أنت، ممكن أي واحد في أي، نعم، شارع، في أي حارة، في أي مكان متعرض لهذا الموضوع. فإحنا لا يمكن نسلم نفسنا إلى شوية
اقول عليهم مجرمين ولا اقول عليهم ارهابيين، يعني ما لهمش صفه عند الانسان. فدي حاجه عاديه بالنسبه لنا احنا كفدائيين، ومرت علينا هذا الحاجه اكتر من مره واثنين وثلاثه. اما حتى السويس لما جم يخشوا، فده مبدا عندنا كمصريين، مش سويس، السويس جزء من مصر، جزء من الامه العربيه، انها دفعت من اجل الحريه والرخاء، من اجل الكرامه وارضنا اللي كانت محتله بتاعتنا اللي هي سيناء. لم نطمع في اي حاجه كنش بتاعتنا، كل اللي احنا بندافع عنه ارضنا، وعرضنا كان في ايد العدو لابد ان احنا نقاومه حتى يخرج من ارضنا. طبعا قواتنا المسلحه يعني الحرب الوحيده قدرت ترد برد يعني مثل ما هم عملوه هي حرب اكتوبر 73. بس يعني قعدنا اربع سنين القوات المسلحه بعد حرب اليمن استطاعت ترد، يعني ترد الجيش بتاعها والاستعداد بتاعها اللي هو حرب الاستنزاف، وتدمر العدو اكبر خسائر. طب اسمح لي، الفدائي محمود طه وحضرتك كنت قائد الفدائيين في السويس وانت بتحارب العدو الاسرائيلي. لا، قائد الفدائيين في السويس محمود عواد حماد. لكن انا منسق جمعيه المجاهدين. نعم، عاوز اعرف كيف تعاملتم مع العدو الاسرائيلي وانتم كشعب يعني غير مدرب غير متعامل مع هذه الاسلحه مع عدو بيشوفه؟ لا، احنا كنا مدربين اولا، وفي بصمات عملناها على ارض سيناء. نعم، عملنا عمليه منهم عمليه مشهوره دي يعني فضحت اسرائيل في جميع العالم. نعم، اللي هي عمليه واضح النهار. نعم، كبدنا للعدو عربتين مدرعه ودبابه وقتلنا 12 جندي واسرنا واحد وحطينا علم على الضفه الشرقيه لمده سنتين. نعم، خسرت اسرائيل 18 عسكري اسرائيلي من تحت راس الاعلام. نعم، علشان هم طبعا انت ضربت واحد في قنجر، يعني قنجر في قلبه وعايز يطلعهم مش عارف. نعم، فالعلم يدل ان الناس دي عندها قدره في اي وقت كان هتحط العلم المصري وهتحط رجليها على ارض الوطن في اي وقت كان. احكي لي ذكرياتك وانت بتتعامل مع العدو الاسرائيلي على ارض السويس. ارض السويس يعني سيادتك احنا كنا مدربين جاهزين، وفي منظمه اسمها منظمه السيناء العربيه. نعم، السيناء العربيه دي متشكله من جنودنا القوات المسلحه اللي هي صنعت الفدائيين وصنعت من اخواتنا البدو ان ازاي نتعامل مع العدو. لان في انسحاب بتاع 67 ناس استمرت في ارض سيناء ما رضتش تخش مصر، اللي هم جنود الاستطلاع، مخابرات الاستطلاع. دول لازم في اي حرب او في اي مكان دول لازم يتواجدوا في المكان ده عشان يبشروه ويدوا اخبار المنطقه للجبهه الداخليه، على اساس يبقى الاستطلاع شغال ويبقى عارف دوره ايه في الارض. بس كان في مواطنين معاك من شعب السويس ما حربوش قبل كده يعني؟ لا، كلنا. انا ما دخلتش الجيش. كلام بسيادتك. نعم، انا من مواليد السويس. ووالدي توفى في سنه 51 وانا ما دخلتش الجيش لان وحيد عيله. نعم، يعني الابن الوحيد. بس مسكت سلاح واتدربت. اي طبعا، انا اشكر كل من علمنا حاجه. يعني القوات المسلحه علمتني ازاي ادافع عن نفسي وادافع عن ارضي وعرضي. ما سابتناش، وقبل ما تبعتنا عشان خاطر نروح نضرب اي مكان بتضمن سلامتنا قبل كل شيء امكان. يعني كانت المقاومه الشعبيه تحت اشراف القوات المسلحه. لا مش كده. تجنيدنا، التجنيد بتاعنا. يعني احنا كنا رايحين نتجند في منظمه فتح الفلسطينيه. نعم، وبعدين ما حصلش نصيب، فطبعا المخابرات بتاعتنا هي استضافتنا وهي اللي علمتنا وهي قالت لنا برضو لكم اولى بيكم ادام انتوا عاوزين تحاربوا اسرائيل. وفعلا على اعلى مستوى التدريب بتاعنا. طب خليني اروح للفدائي البطل فتحي عوض الله من الفدائيين بالسويس، وخليني اسال حضرتك كيف شاركت في المقاومه الشعبيه ضد العدو الاسرائيلي؟ السلام عليكم الاول. السلام ورحمه الله. ورحمه الله وبركاته. هي مدن القناه الاسماعيليه وبورسعيد والسويس من زمان عندها حب الفدائيه. ليه؟ كنا محتلين من الجيش الانجليزي. نعم، كنا بنشوف اهالينا
والدي وعمي وخالي بيخشوا على الكامب الانجليزي يعرقوه نعم ويضربوا الانجليز. اتعلمنا الفدائيه من صغرنا مدن القناه بالذات نعم اسماعيليه وبورسعيد والسويس. انا كنت بالضبط في سنه ثانيه ثانوي سنه 50 وقامت المعركه بتاعت سنه 50 وكنت بعمل ايه؟ كان في حاجه اسمها النحله بنلعبها بالدباره كده بالدباره كده كان كنت اخدها واروح عند حاجه اسمها لاويس في الاسماعيليه اضربها يجري الجيش العسكري الانجليزي يجري ورا منها عشان يلعبها ناخد منه السلاح ونجري او انا اعمل دي وغيري بياخد السلاح ويجري. يعني من صغرنا كنا متعاملين على الفدائيه عشان كنا محتلين وبعدين محتلين منين؟ من الانجليز وكان بتقولوا الدوله العظمى اللي لا يغيب الشمس عن املاكها. كنا صغيرين لكن ما كناش صغيرين في الفكر ولا صغيرين في العمل. كان كلنا اسماعيليه وبورسعيد والسويس فدائيين. بنشوف اهلنا بيطلعوا بالليل يبقوا طول النهار شغالين ويجوا بالليل يستريحوا ويطلعوا بالليل يخشوا على الكامب الانجليزي يحرقوه ويموتوا الانجليز وبتاع. فتعلمنا من صغرنا اللي بتوع السويس واسماعيليه وبورسعيد حكايه الفدائيين. وبالتالي لما جالك الاسرائيلي ما كنتش خايف او قلقان يعني. لا 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 لا, لا. انا اتعاملت مع اسرائيل في 67 نعم وفي 56 وانا لسه طالب في الثانويه وبهرج. كنت بروح حاجه اسمها الحرس الوطني زمان نعم كان بيدونا السلاح كان نص آلي كان يدونا البتاع كنا نغسله بالجاز وبتاعه ونوضبه. ما كانش حد يقول لنا كنا نفكه ونغسله ونوضبه ونمسك السلاح. كنا بنعمل مجموعات في الشوارع هناك اسمها الدفاع الشعبي. نعم. فتعلمنا من صغرنا طعم السلاح ايه؟ طعم السلاح حلو. حلو ايه في الدفاع عن البلد؟ عن النفس والبلد. لكن في اللي بيتعمل الايام دي غلط. ارهاب. ده ظلم. ظلم للسلاح. السلاح معمول عشان الدفاع عن الدين وعن الوطن وعن الارض. نعم. الكليات الخمس اللي ربنا ادالك رخصه فيهم تقاتل قال لك الدين، العرض، الارض، الوطن، المال. دول من غير ما تستاذن قاتل. فاتعلمنا التربيه الدينيه كان زمان والتربيه الوطنيه كانوا بيدونا حاجات كويسه. مش عارف واحد فين التربيه الوطنيه. انت شايف دلوقتي اختفاء التربيه الوطنيه أيوة. من مدارسنا ايوه بتقلل أيوة. من النزعه الوطنيه أيوة. في نفوس شبابنا أي لو في التربيه الوطنيه دلوقتي موجوده زي ما كنا احنا موجودين في ابتدائي وثانوي. على ايامك في الابتدائيه والاعداديه كان في لا كان ابتدائي عندنا كان عندنا ثانوي ابتدائي وثانوي. كان الابتدائي 4 سنين والثانوي 5 سنين. بعد كده بقت ابتدائي واعدادي وثانوي. لكن التربيه الوطنيه المفروض ده احنا عندنا قضاء عظام قضاء عظام يدونا يدوا تربيه. طب قبل ما اطلع فاصل احكي لي عن ذكرياتك وانت بتحارب العدو الاسرائيلي. العسكري الاسرائيلي اولا جبان. جبان صحيح صدقني. وحق لا اله الا الله. جبان جبان فعلا. انت بتروح يعني انا كمصري بروح طمعان في حاجه واحده بس يا النصر يا الشهاده. لكن هو كان بيجري. فالحمد لله انا بقول لحضرتك شهدائنا الابرار كانوا صادقين مع الله عشان كده ربنا اداهم احلى حاجه اللي هي الشهاده. انا كان نفسي ابوت شهيد. انا 77 سنه واتمنى ان امسك سلاح بكره واقاتل في سبيل الله وفي سبيل الوطن. في هذه السن تحب تشارك بسلاحك ضد الارهاب؟ طبعا طبعا يا ريت يا ريت اديني سلاح واديني بلد مليان ارهاب. شوف انا هعمل معاه ايه. شايفين هذا الفداء البطل رغم عمره المديد متعه الله بالصحة والعافية 77 سنة بيقول لك اديني سلاح ومستعد احارب مع الجيش المصري
ضد الارهاب ضد اي عدو كلنا كله نعم كلنا. طبعا. ما دي الروح اللي احنا عايزينها النهارده طبعا يا ريت النهارده الشباب انا حزين انا حزين على ابني مش على الغرب على ابني المفروض ابني يطلع مني شارب مني زي ما انا شربت من ابويا ما ولا عندهم تعالى يا ابني هرجع وهستكمل ده مع حضرتك بس بعد الفاصل وهينضم لي بعد الفاصل اللواء محمد سلامة الجوهري رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات سابقا نطلع فاصل أبدا لن تنتهي أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أنت بعد حين لك يا مصر